ولا محطاتنا رح نروح فيها للمشاعر والعواطف اللي بتشكل قاسم مشترك بيجمع كل شريكين اتخذوا خطوة بإكمال مسيرة الحياة مع بعض. لكن كتير من المشاعر ممكن تكشف أو تكشف عن وجه آخر لشريك الحياة، ومنها الغيرة، الغيرة من وعلى الشريك. ففي كتير من الأحيان ممكن يكون نجاح واحد من الطرفين مثار غيرة الآخر، وخاصة إذا كانت المرأة هي الطرف الأقوى والأنجح، في حين أن المحبة عندما تزيد عن حدود طبيعية معينة ممكن تتحول لنيران من الغيرة، وتحول الحياة الزوجية إلى رماد. فإلى أي حد تبقى الغيرة طبيعية، ومتى تصبح مدمرة، وكيف نتعامل مع مشاعر الغيرة الصعبة؟ هاي المعلومات رح نبداها ونتعرف على ساعة مع ضيفتنا دكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا عشاشة الأخبارية. يمكن موضوع الغيرة هو موضوع مهم لكثير من الناس اللي عم يشوفونا اليوم. خلينا بالبداية دكتورة نعرف مفهوم الغيرة وقديش تختلف الغيرة من الرجل للمرأة. صحيح، الغيرة هي شعور أو خلينا نقول تصرف غير مضبوط غير متزن ناتج عن شعور لدى صاحب هذا الشعور أو لدى الشخص الذي يقوم بالغيرة، لكن هذا الشعور هو الخوف من فقدان شيء ما، أو الخوف من فقدان أمر ما، وبالتالي يشعر بالغيرة تجاه هذا الشخص أو تجاه هذا الأمر. والغيرة بالعموم إذا أجيت أنا لوصفها هي ليست وليدة العصر، وإنما هي شعور غريزي وسلوك فطري عند الإنسان، يعني هي مثل أي غريزة موجودة عند الإنسان وتولد مع الإنسان، لكن بيبقى بتختلف من شخص إلى آخر أو من حالة إلى أخرى حسب نموه وحسب بقاء عند حد المناسب. نعم. طيب بالعادة دكتورة دائما تلصق تهمة الغيرة بالمرأة، المرأة هي اللي دائما تتهم بأنه هي صاحبة الغيرة الأكثر، هي اللي بتغار من على الرجل بشكل خانق، هي اللي بتغار ممكن من زميلاتها أو بتغار من المرأة بالعموم. ليش دائما ألصقت هي التهمة بالمرأة، علما أنه مثل ما حكينا هي شعور غريزي موجود عند الرجل والمرأة؟ يعني صحيح، ألصقت بالمرأة لأن المرأة عاطفية بطبعها، العواطف عندها ما بتقدر تضبط عواطف مثل الرجل، عواطف أكثر، يعني بتتحرك بعواطفها أكثر، ولذلك هي أكثر عاطفية، لذلك ألصقت بشكل أكبر بالمرأة أكثر. مباشرة بتقولي غيرة معناها امرأة عم تغار، لكن بالعموم المرأة تغار والرجل يغار. بس خلينا نحكي ايمت هي الغيره بتتحول فعلا لحاله مش صحيه او مش طبيعيه، لانه مثل ما قالت سلمى دائما الغيره هي ملصقه بالمراه، بس لانه فعلا المراه هي بتعبر اكثر او عاطفيه اكثر ومش ذكيه مثل الرجل بضبط عواطفه او تسيير عواطفه. خلينا نقول ايمت تتحول هي الغيره لغيره مش طبيعيه. يعني أنا شوي بدي أتحيز للمرأة أنه هي قلتي أنه مو ذكية، لا أنا بعتبر أنه المرأة ذكية، مش ذكية هي مش ما بتقدر تضبط عواطفها بذكاء مثل الرجل، مش أنه هي مش ذكية، نحن منحازين للمرأة والمرأة ذكية وتعرف تتصرف، بس ما بتقدر تضبط، لا الرجل قادر أنه يكون هو بغار وما يظهر لك ولا شعرة بسيطة أمام المقابل أمامه وما يحسسك أبدا أنه غيران. هون اللي عم نحكي هيدا التفصيل قديش فعلا قادرة المرأة تكون مثل الرجل، لا يعني هيدا المفهوم اللي نحن بنشوفه بحياتنا اليومية، حتى المرأة لما تغار من المرأة كمان يظهر عليها بيظهر هالسلوك مباشرة طبعاً. لأنه بيكون كم الغيرة تعدى الحد الطبيعي وأصبح بسلوكياتها الظاهرة، وبالتالي تظهر سلوكياتها أكثر بهذه الصفة أكثر من الرجل. لكن بالعموم الاثنين بتظهر صفة الغيرة، الغيور إن كان رجل أو امرأة بنشوفه، بالعكس غيرة الرجل أصعب بكثير من غيرة الامرأة لأنه بتتحول إلى شيء هدام، يعني إلى شك، إلى ممكن إلى عنف، لأنه بالعموم شعور الغيرة بيصاحبه سلوك العنف وطريقة التعبير شيء، يعني بيكون في اضطراب بالسلوك، ما بيكون متوازن السلوك. لكن بالعموم في غيرة طبيعية وهي بتكون بناءة، يعني هي بتأجج الحب، هي بتأجج الإنتاج عند الشخص، سواء كان غيرة بحياة زوجية أو غيرة بحياة عملية أو غيرة بين فرد وفرد أو امرأة أو امرأة. فإذا كان بحد الطبيعي هي
تنمو أو تصعد بالإنسان إلى الأفضل. أما عندما تتجاوز حد الطبيعة هنا تصبح غيرة مدمرة، تصبح غيرة مدمرة عندما تؤثر على الحياة، عندما تؤثر على حياة هذا الشخص ويصبح سلوكه وحياته قلقة وبالتالي بتتدمر حياته، يعني ما بقى قدران يضبط شعوره ولا سلوكياته وبتصير خارج إرادته. يعني بنشوف المرأة أنها بتصير بتتابع الرجل، بتفتش موبايله، بتفتش جيوبه، بتشوف إذا فتح الواتساب مع مين عم تحكي، بتتابعه، ممكن تلاحقه بعمله، ممكن يعني تحط له حدا يتابعه، فبيصير هذا سلوك غير طبيعي. فبالتالي بيكون هون أصبحت غيرة مدمرة. وبالعموم الغيرة أنا لما بيكون شخص أو امرأة عم تغار على زوجها حتقول له حبيبي أنا بغار عليك، هي رح يكون في عنف في تصرفات بتعبر. طيب هون دكتورة خلينا نحكي شوي، اليوم مثل ما قلتي الغيرة دائما اللي هي الزايدة عن الحدود بصاحبها العنف، صحيح. طيب أنا اليوم وبالذات بلشنا ببداية حديثنا وقلنا في غيرة حلوة. وفي غيرة شوي رح نقول تنحو نحو تدمير الحياة، صحيح، أو تدمير العلاقة. اليوم خليني أقول المستشعرات مثل ما بيقولوا، كيف أنا بستشعر أن أنا زدت عن حدي، ما عاد صرت مقبولة بتصرفاتي أو حتى بالعنف الحلو، يعني أو بالكلام الحلو، بالعتاب الحلو اللي هو طبعا له علاقة بالغيرة. صحيح. بيصير انه انا من لما بتبدا تاثر على حياتك، من لما بيبدا القلق هو مرافق لحياتك والاضطرابات مرافقه، يعني ما بقى الانسان بيكون مرتاح، يعني لا الامراه ولا الرجل اللي عم يشعر بالغيره ما بيحس بالراحه، ما بيحس بالامان. وبالعموم الغيره ناتجه عن النقص، عن قله الثقه بالنفس او من نقص او فقدان شيء ما، وبالتالي بغار. يعني نقص الاهتمام بيؤدي إلى الغيرة، نقص الحب بيؤدي إلى الغيرة، النجاح كمان بيؤدي إلى نجاح طرف غير طرف آخر، خاصة إذا المرأة ناجحة والرجل يعني إذا هي أنجح من الرجل كمان بتؤدي إلى غيرة الرجل. الإمرأة مثلا إذا زوجها مديرته بالعمل سيدة، هون بتأجج الغيرة عندها إنه يعني هي يعني حتكون حاصلة، الله يكون الاهتمام منا، الله يكون في عونه كل يوم ترجع على البيت، صحيح. فلذلك يعني هون بتكون صار يعني هون التصرفات القلقه يعني بتصير حياتها ما بقى بتنعم بالراحه ابدا، هون لازم توقف، هون في خطر، يا اما تصلح الحياه او بدها تروح الى خط اخر. يعني دائما بنشوف كثير من الغيره بتسبب الطلاق، صحيح، بتسبب الشك وبتسبب الطلاق، والكتار بيخلطوا بين الغيره والحسد، يعني بيعتبر الغيرة والحسد أو بيرافقوا كلمة الحسد مع الغيرة، مع أنه هن لا هن بيختلفوا عن بعض. دكتورة خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا بالمادة التالية أوجه كثيرة للغيرة، لكن الغيرة من الشريك للشعور بأنه أصبح الطرف الأقوى وهو ما تعانيها المرأة بالنسبة الأكبر. خلونا نتابعها بالمادة التالية لزميلتنا ماتيلدا كربوج. يمكن إذا سألنا أي زوجة لعت تعيين عن مدى سعادتها بتفوق زوجها الوظيفي، فعلى الأغلب رح يجي الجواب مبني على مشاعر الفخر، فأقصى ما تتمنى الزوجات هو تفوق أزواجهن وارتقاءهم بالعمل، ليس من الناحية المادية فقط ولكن من نواحي معنوية كمان. لكن السؤال الأهم، هل يشعر الأزواج بالمقابل بنجاح وتميز المرأة في عملها ويفخرون بذلك؟ إذا كان نجاح الزوجة وتفوقها وشهرتها هي محور الحديث، وهل يشعر الزوج بالفخر أمام زوجة تفوق نجاحاً وتعلوه شهرة اجتماعية عن شهرته بمجال العمل أو الحياة العملية؟ بأغلب الحالات وبحسب الدراسات النفسية الأخيرة، فإن الرجل يغار بشكل كبير من زوجته بحال كانت ناجحة. الغيرة هنا لا تعني الكره، وإنما بسبب كبرياء الزوج اللي لا يسمح له ولا لقلبه ولا عقله بالهدوء، فيقوم ببعض التصرفات وهي تعتبر علامات هامة على الغيرة بحسب علم النفس، مثل عدم الاهتمام بنجاح الزوجة، اختلاق الخلافات، عدم تشجيع الزوجة، ظهور فجوة بين الزوجين. ما هو الدافع اللي بيدفع الرجل للغيرة من نجاح زوجته وتفوقها عليه؟ أهو حب السيطرة أم هو التمسك بالعادات والتقاليد اللي بتجعل من الرجل الحق بالتفوق على المرأة بكل شيء، ولأي حد تغار المرأة بالمقابل من نجاح زوجها
عمليا واجتماعيا. هاي النقاط وأكثر هي موضوع فقرتنا هلأ باستديو صباحنا غير. يعني مثل ما تابعنا دكتورة أسئلة كتير هي فعلا بتنطرح من المرأة أو الشريكة بالحياة إذا كانت هي بطبيعتها قوية بمجالها صحيح. وفجأة اختلفت، يمكن بفترة من الفترات بيكون الرجل معجب بهي القوة وبيعبر عنها وبتعجبه هي المرأة، ولكن لما بيصيروا مع بعض بيختلف أسلوب الحياة وبيصير في ندية بالتعامل أو بنصير بنسمع عبارات تودي مثل ما قلتي للانفصال أو الطلاق. صحيح. اليوم كيف المرأة تقدر تتعامل مع هذا الوضع؟ تتغير من نفسها ولا شو ممكن تساعد؟ لا يعني بالعموم المرأة لما بتكون أنجح من الرجل غالبا، طبعا في حالات لا متوازنين وحسب تنشئتهم لا بيكونوا متقبلين الموضوع وبيكون داعم للمرأة، لكن الغالب أنه الرجل بغار من نجاح المرأة، وخاصة إذا هي استلمت مركز أو منصب أو تفوقت عليه بالعمل، خاصة إذا بيعملوا بنفس المكان. هون يعني مشكلة كبيرة إذا بتصير هي مديرته بالعمل، فهون بتصير كتير صعب الوضع. هون بيلجأ الجوز أنه يقلل من أهمية هالنجاح ويقلل من إنجازاتها للمرأة، يعني بيعمد على أحباطها. ليش؟ لأنه أساساً إن كان الزوج أو المرأة بيعتبروا الحياة الزوجية بشكل لا شعوري أنه هي نوع من التملك، أنه هذا صار ملكه لازم يضل محافظ ومسيطر عليه، ما لازم يطلع منه. فلذلك بغار من نجاحها أنه هي صارت عم تلتقي مع الآخرين وحققت ذاتها، بإمكانها تنفصل عنه بأي وقت، لذلك هو يخشى من الفقدان. لذلك بنشوف أنه هذا جانب. جانب آخر الأنا عند الرجل، الأنا الشرقية اللي هو ما هو رب الأسرة وعماد الأسرة، فهو لازم هو الرجل رجل مركز. لازم يكون هو القوي، هو رب الأسرة، هو كلمته اللي بتمشي واللي بتنسمع. هون لما بتكون هي متوازنة وهناك في المجتمع سيدات كسر متزينات أكثر من الرجال صحيح. وتفوقوا بالعلم وبالمعرفة أكثر من الرجال، لكن بالعموم كل ما كان في ثقة أكبر، يعني كل ما كانت الثقة موجودة من هالطرف والطرف الآخر، هون بنشوف أنه الغيرة لا بتكون بحدها الطبيعي. كيف ممكن المرأة تتعامل مع غيرة الرجل؟ هون بتحاول المرأة أنه ما تعمد على إثارة الأمور اللي هي بتخليه غار منها، يعني ما كتير تحكي عن نجاحاتها قدام، ولا يعني تعمد على إلى الكلام مع الآخرين ولقاء الآخرين، يعني بحيث إنه يعني تتباهى مركز الاهتمام إنه تتباهى أو إنه تسيره، يعني لحتى تبين له إنه هي يعني مقبولة وهي ناجحة وغيرها، يعني تحاول قدر الإمكان إنه تخفف من هالشيء من إظهاره أمام الرجل لحد ما يتم النقاش. طبعا الحوار والنقاش والمصارحة هي من أهم الحلول، وهون بيبدأ شوي شوي تقبل هالأمر وأنه يصير طبيعي، عشان ما يوصل لمرحلة متفاخمة أو مرحلة متطورة. أيوة. بس أشرتي لنقطة كتير مهمة دكتورة، هي الثقة المتبادلة أو الثقة الموجودة بالشخص هي اللي بتأثر بشكل كتير كبير على مفهوم الغيرة. ويمكن في كتير من النماذج عم نشوفها بعالمنا العربي أو بالعالم بتكون السيدة هي مركز الاهتمام وهي متصدرة النجاحات إلى جانب جوزها. زواج ناجح بيكون الشريك أكبر وأول داعم لإله. بدي أشير لنقطة أنه هو بيرجع لمفهوم التربية صحيح. من المنشأ أنا كيف بربي هيدا الرجل وكيف بعطيه مفاهيم التربية الصحيحة، أنه أنت صحيح رجل بس المرأة لها حقوق مثلك مثلها، أنت صحيح. ناجح رح تكون ناجحة، أختك صبية نفس الشيء. هي المفاهيم الشرقية القديمة يمكن أو العادات والتقاليد هي اللي بتأثر على مفهوم التربية. بعدين بنشوف الثقة، بنشوف بحياته الزوجية، كلها أسقاطات على التربية اللي كان عايشها سابقا ضمن المناخ وبيئته. للعادات والتقاليد لها الأثر الأكبر، لكن كل ما كان الرجل بمعرفة أكبر وأوسع هون منشوف أنه هو صار أنضج بمعالجة صحيح. الأمور، ولذلك توجد الثقة. الثقة أساسها المعرفة، لما بيكون عندي المعرفة والعلم بالأمر وبالحياة وبأي شيء، هون بيصبح عنده ثقة بالتعامل مع أي مشكلة ومع أي أمر. لكن لما بيكون في نقص هون بيبدأ الثقة أنها تخف وأنه يكون هو يشعر بالنقص ويصير في مشاكل وغيرها. نعم، يعني
كمان دكتورة نحن حكينا يمكن بالجزء الأول هلأ هيك عن قديش الغيرة ممكن تكون سيئة وتثير على العلاقة وتنحو فيها منحة تانية. خلينا نرجع لمفهوم الغيرة الحلو بالحياة، أنه أنا بغار على الشريك لأمنحه مزيد من الاهتمام. صحيح. أو لأشعره أنه هو الجزء الحلو بحياتي اللي أنا حابة أمتلكه وحافظ عليه، ولكن بطريقة لطيفة. صحيح. ما نفره فيها. قدي مهم كمان هي خليني أقول الصفة تكون موجودة. في كتير سيدات بتقول ما بيحسسني أنه هو بيغار عليني، ما بيحسسني أنه هو مهتم فيني، ونفس الشيء الشريك بيقول ما بتعطيني إحساس الغيرة. صحيح. ما اختلفنا واثقة فيني، بس أنا بحب أحس بهذا النوع بالغيرة. من الغيرة إمتى ترتبط الغيرة بالاهتمام وبتصير حلوة؟ الغيرة بتنم هيك عن محبة. صحيح. الغيرة هي أساس نجاح الحياة بين الشريكين، لكن لما بتكون بحدها الطبيعي اللي هي بتأجج الروح الجميلة الجميلة بتأجج اللي لما بتفهم المرأة إنه هو عم يغار عليها مهتم فيها، وهو لما بيفهم إنه هي مهتمة فيه، لكن مثل ما قلنا لما بزيد عن حدها لا بتصير يعني أمر آخر. ولذلك يعني هي ضرورية جدا لإثارة وإشعال هالحب بين الطرفين بإنها تخليها أفضل وأجمل. الغيرة بحدها الطبيعي منشوف إنه قبل ما يتزوجوا الطرفين بيكون الغيرة هي أساس، يعني اثنين حابين الغيرة، اثنين حابين يغاروا، هو يغار عليه وهي تغار عليه، لكن بعد ما بيتزوجوا ما بقى بيحب تغار عليه، بده لا لازم هي تثق فيه. طب وانت ليش ما تثق فيها؟ لا هون الزوج بيغار أكثر، بيغار من ملابسه وبيغار من شكله. هي الأساس دكتورة أنه نحن لما بنشوف حالنا قبل كيف بنتصرف، درجة السماح للتدخل للآخر خليني أقول بالأنا الخاصة بكل شخص فينا أساس بناء للحياة الزوجية. إذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومتينة وقوية بنشوف أنه هي بتستمر بشكل صحيح وبشكل قوي، بتكون تستمر للأبد لنهاية حياتهم للزوجين. لكن لما يعني بتكون ما في تفاهم على هالأمور وعلى هالتدخلات، يعني ما في مو كتير، ما مو عيب انه يتفقوا الاثنين انه انا مسموح لي مثلا لي خصوصيه بالموبايل، لي خصوصيه بالطلعه مع رفقاتي، لي خصوصيه باوراقي بملفاتي، كمان هي لي خصوصيه بالشغل. هذا حلو انه يتفقوا عليه هيك بتستمر بوضوح، لكن لما بيكون في اخفاء من طرف لأمر ما عن الطرف الآخر، هون بيبدأ الشك وبيبدأ الغيرة وبيبدأ يعني يحس إنه في أمر ما منه مزبوط. بس هي الغيرة الجميلة هي اللي بتعطي يمكن العلاقة بين الشريكين هي الروح الحلوة. بس دكتورة خلينا نحكي إيمت بتزيد الغيرة عن حدة وكيف فينا نتعامل معها؟ يعني في كتير من السيدات والرجال عم يتابعونا، ومثل ما قلتي يمكن ما بيعرفوا نوعا ما يقدروا يتعاملوا مع هي الغيرة أو بيعبروا بطريقة غلط. خلينا نحكي عن هي الغيرة إمتى بتوصل لحد مش طبيعي وكيف فينا نتعامل معها بدون ما نخسر الطرف الآخر. بتوصل لحد طبيعي لما بيصير فيه بعد فجوة بين الطرفين، بصير المشاكل هي السائدة بحياة بيناتهم. لما بيدخل على البيت بيصير خناق، وين كنت ومع مين وليش تأخرت، مع مين عم تحكي بابا، بتبدأ لأنه قلنا نحن هذا اسمه يعني السلوك الغير، هو شعور، هو سلوك مضطرب، هو سلوك غير موزون، بيكون بردات يعني منا متوازنة، بتكون فيها هيك شيء من يعني الخناق والمشاكل والصوت العالي وهالأمور هي اللي بتكون منا مريحة. فلذلك هون بيبدأ يعني إنه ينفروا من بعض، يبعدوا عن بعض أو يخفوا عن بعض، يعني المتابعة إنه وين كنت وليش تأخرت ولوين رايح ومع مين ومع مين حكيت، بيبدأ يخفي عنها، ما بقى يحكي لها شو صار معه وهي كمان بتبدأ تخفي. لكن لحتى أنا أتخلص من هذا الشيء أو من هالمشكلة الكبيرة اللي ممكن تدمرها أو من هالبذرة اللي ممكن تدمرها لهالحياة الزوجية ولهالأسرة بالعموم، لابد من إنه المصارحة بين الزوجين، الثقة أولاً ثقة كل منهما بالآخر، إعطاء الاهتمام، لأنه أساساً سبب هالخلافات أنه أحدهما فقد الاهتمام بالآخر. فلذلك إعطاء الاهتمام، دائماً المرأة بتحب أنه كل يوم
جوزها يحسسها انه هو مهتم فيها. صحيح. كل يوم مثل اول يوم، كل يوم مثل اول يوم، لازم كل يوم يقول لها يا حبيبتي ويا روحي ويهتم فيها. وما في مانع اذا لما بتكون هي زعلانه من انه تاخر او شيء، معلش يجيب لها هديه او كلمه حلوه. كمان المصارحه بين بعضهم على الامور اللي هن مزعوجين منها اللي عملتها الغيره، كمان هو يوضح وهي توضح. مهمة قلتي يا دكتورة، الاهتمام بالطرف الآخر والمصارحة بكل التفاصيل، لأنه هن أصبحوا شريكين لكن روح واحدة. دكتورة تغريد مسلم، أستاذ في علم الاجتماع بجامعة دمشق، أشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. أنا كمان بدي أضيف إلى حتى ما تكون معلومة ناقصة، أنه الزوجين يتشاركوا السلوكيات والأعمال وتصرفات ويعاملها كصديقة. أكيد. حتى ما يكون كلامي هو ناقص بالنهاية للآخرين. عقد الزواج عقد شراكة. صحيح. بين الاثنين قبل ما يكون هو ارتباط مدى هي الحياة. حياة مشتركة. أكيد. صحيح. نشكر وجودك معنا ونتمنى مثل ما قلنا هيك يضل في هي الغيرة الحلوة المحببة وليست الغيرة الخانقة. شكرا لك. صحيح. دكتورة. شكرا لك.